اهلا بكم، ستشاهدون في هذا الفيديو جمال بالماضي يضع ثلاث شروط لعودة بلالي الى المنتخب الجزائري. بالماضي السادسة لاعبين من الدوري الجزائري تحسب لكالكو ديفوار. شاهدوا الملعب التي سيلعب فيها المنتخب الجزائري كذلك كالكو ديفوار. عدة اندية سعودية تريد ضم بالرحمة في الميركاتو الشتوي. الصحافة الفرنسية تكشف عنصرية غالتي اتجاه الجزائريين. غولام سيكون مفاجأة كالكو ديفوار. الكاميرون وغانا ومالي يريدون مواجهة المنتخب الجزائري وديا قبل كأس افريقيا. في اول خبر وحسب موقع لاغازيت دي فيناك، جمال بالماضي سيضم 6 لاعبين محليين الى قائمة الموسعة لكأس افريقيا الامم. يوسف بلالي، محمد رضا حلامية، سفيان بايزيد، اسامة بنبوط، زيد الدين بالعيد، ورايس وهم بولهي. اذا لاعب من شباب الوزداد، لاعبين من ليزما، وثلاث لاعبين من مولودية الجزائر. فوزي غلام يبعث رسائل الكوتش بالماضي وقد يكون مفاجأة كالكو ديفوار. يتواجد الظهير الأيسر السابق الخضر فوزي غلام في أفضل أحواله البدنية بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها رفقة النادي التركي هاتاي سبور، والتي جعلت الإعلام الإيطالي يرشح عودته لكاتشو الإيطالي من بوابة نادي روما خلال الميركاتو الشتوي القادم. وسيكون نجم نابولي السابق ورقة إضافية في يد الناخب الوطني جمال بالماضي على الجانب الأيسر، خاصة وأن الوحيد الذي أقنع في ذلك المنصب هو رايان أيت نوري، وكذلك الخبرة الكبيرة التي تمتع بها غلام إفريقيا ومعرفته كبيرة بالمجموعة قد تسهل اندماجه مع الخضر في حال تم استدعاؤه ليكان، وكذلك قوته دفاعيا وهجوميا هو الأمر الذي تتطلبه الكرة الإفريقية. خصائص فوزي غلام قد تفتح الباب أمامه للعودة على صفوف المنتخب الجزائري، خاصة وأن رامي بزبيني أصبح يشكل ثنائي الدفاع مع عصام مندي، في حين يتواجد رايان أيت نوري وحيدا في رواق الأيسر بالنظر لتواجد ياسر العروسي دون منافسة مع فريق شيفيلد يونايتد والمستويات المتذبذبة لأحمد طوبة مع المنتخب، حيث يعتبر غلام الحل الأمثل للخضر خلال الاستحقاقات القادمة. يذكر أن فوزي غلام بقي دون فريق لست أشهر قبل أن يلتحق جو في 2023 بنادي أونجي فرنسي الذي غادره الصيف الماضي بعد سقوطه لليغ دو، لينضم إلى نادي هاتاي سبور التركي ويقدم مع هذا الأخير مستويات كبيرة لمشاركته في 10 مناسبات منها 9 كأساسي، سجل خلالها هدفا وصنع آخر. غالتي ينعت لاعبين اثنين بالكينج كونغ ويصف بأن أسوأ لاعبيه هم الجزائريين. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية ما قاله لاعب نادي نيس وطاقم تدريب الشرطة بخصوص قضية المدرب كريستوفر غالتي المتهم بالعنصرية ضد اللاعبين الأفارقة خلال فترة إشرافه على الفريق، وهي الفترة التي تولى خلالها تدريب يوسف عطال، هشام وداوي، وبلال مرعيمي. وأشار ذات المصدر فإن غالتي لم يكتفي بهذا الحد، فقد تعدى إلى محاولة إخبار اللاعبين المسلمين أو إجبار اللاعبين المسلمين على الإفطار خلال شهر رمضان، وكذلك وصف لاعبين الاثنين بكينج كونغ مشيرا إلى أن أسوأ لاعبيه هم جزائريين. وفي ميل البعض من أقواله، لا أريد مسلما آخر في فريق، لقد اكتفينا، الأسوأ هم الجزائريون. يأتي هذا في الوقت الذي تعرض فيه عطال لظلم كبير من قبل فريقه والرابطة الفرنسية بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، وهو ما يؤكد الكره الشديد الذي يكنه الفرنسيون للأفارقة العرب والمسلمين من خلال خرجته العنصرية الغريبة من فترة لأخرى. تراقب العديد من الأندية السعودية عن كثب وضع سيد برحمة، ومن الممكن انتقاله في وقت مبكر من فترة الانتقال الشتوية إلى الدوري السعودي. اللاعب لا يريد الرحيل حسب جيف مي سبورت الإنجليزية. بعد هدية الكاف، أربعة وجوه جديدة تطرق أبواب المنتخب الجزائري. قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اعتماد ضم 27 لاعبا الى قوائم منتخبات المشاركه في نهائيات كالكو ديفوار المقبله وفقا لمصادر اعلاميه متطابقه. وتحتضن كالكو ديفوار نهائيات نسخه رقم 34 من امجد البطولات القاريه للمنتخبات خلال الفتره بين 13 جونفي الى 11 فيفري سنه 2024، ويفتتح محاربو الصحراء مشوارهم في كالكو ديفوار يوم 15 جونفي بملاقاه انغولا، قبل أن يلاقي بعدها بعد 5 أيام بوركينا فاسو، ثم 23 جونفي ناظره موريتاني. ويبحث المنتخب الجزائري عن الفوز بثلاث ألقاب في كان بعد تتويجه سابقا بنسختي عام 1990 و 2019. هذه الكاف
بدأ المدرب الوطني بالماضي التفكير في أسماء اللاعبين الذين سيدعمون حارب الصحراء في فترة مقبلة تحسب للمشاركة في مسابقات قارية، ويسعى الأخير لاستثمار هذه الكاف كأفضل ما يكون خاصة أن منتخب الجزائر أظهر نقاط ضعف عديدة في فترتي التوقف الدولي الأخيرتين، ويأمل وزير السعادة في تدعيم خط الدفاع الخضر بشكل خاص بلاعب يملك خبرات اللعب في إفريقيا وقادر على تقديم إضافة سريعة دون الحاجة لفترة التأقلم، كما يخطط لتقوية مراكز الوسط والجناح الأيسر والمهاجم المتقدم بهدف توسيع قاعدة الخيارات في نهائيات كأس أمم إفريقيا. يوسف بلالي على رأس القائمة، يتواجد بلالي نجم لمسية على رأس قائمة النجوم الذين سيستفيدون من قرار زيادة عدد اللاعبين بقوائم منتخبات المترشحين لنهائيات أمم إفريقيا. وتألق الأخير بشكل لافت خلال منافسة الدوري الجزائري، حيث أسهم في 16 هدف بين صناعة وتسجيل خلال 8 مباريات خاضها في المسابقة. وكان كوتش بالماضي عقد جلسة عمل مع بلالي خلال الفترة الأخيرة خصصت لوضع برنامج عملي خاص يمكن للاعب من الوصول لأعلى جاهزية بدنية له قبل انطلاق الاستعدادات لأمم أفريقيا. ويملك المهاجم في سجله 49 مباراة مع الخضر، سجل خلالها 9 أهداف وأهدى 23 تمريرة حاسمة. اهتدمت المنافسة بين 3 مدافعين من أجل تواجد ضمن القائمة النهائية لكرة جمال الماضي في كالكو ديفوار. ويتعلق الأمر بالنجم المخضرم جمال بالعمري زميل بلادي في لمسية، بجانب زين الدين بالعين مدافع ليزما، وأيضا عبد القادر بدران مدافع ضمك السعودي. وستكون الأسابيع قليلة مقبلة حاسمة لتحديد هوية المدافع الجديد الذي سيختاره جمال الماضي في قائمة منتخب الجزائر. زرقان مرشح بقوة. من جهة أخرى تؤكد كل المؤشرات أن آدم زرقان نجم شارلوروا البلجيكي سيدعم مركز وسط المدافع خلال نهائيات بطولة قارية، ويعتبر الأخير أحد أبرز اللاعبين في الدوري البلجيكي ونجح خلال الموسم الحالي في صناعة 4 أهداف في 16 مباراة خاضها بالمسابقة. ويملك زرقان في سجله 13 مباراة مع محارب الصحراء ضمن مختلف مسابقات أهدى خلالها تمريرتين حاسمتين. بايزيد مفاجأة بالماضي المحتملة. مهاجم مدية الجزائر سفيان بايزيد قد يشكل مفاجأة اللحظات الأخيرة لجمال بالماضي في قائمة منتخب الجزائر التي ستشارك في أمم أفريقيا. وتألق الأخير خلال منافسة النسخة الحالية من الدوري الجزائري، إذ سجل 5 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة خلال مباراة شارك فيها. وسبق للمهاجم صاحب 27 عاما أمثل منتخب المحليين في 4 مناسبات سجل خلالها هدفا وحيدا. أبر من بالماضي 3 شروط لعودة يوسف بلالي إلى المنتخب الجزائري. وضع جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر 3 شروط لعودة النجم يوسف بلالي إلى محارب الصحراء خلال فترة مقبلة. وفقا لمصادر محلية، وسيكون الخضر على موعد في شهر جونفري المقبل مع رهان مهم يتمثل في نهائيات كالكو ديفوار. ووضعت قرعة مسابقة الأبرز في قارة إفريقيا المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة بجانب كل من أنغولا بوركينا فاسو وموريتانيا. وحسب ما أوردت صحيفة كومبيتيسيون الجزائرية الناطقة بالفرنسية، فإن الكوتش بالماضي وضع 3 شروط أمام عودة بلادي للمنتخب الجزائري ترصدها العين الرياضية عبر التقرير التالي: التخلص من الوزن الزائد. رغم عودته لأجواء المنافسة مع فريق الجديد لمسية، فإن بلادي ما زال يعاني من الوزن الزائد الناجم عن توقفه عن اللعب لفترة طويلة بجانب عدم قيامه بالتحضيرات البدنية في فترة ما بين الموسمين. وسيكون اللاعب المثير للجدل منزمن باستعادة وزنه المثالي الذي سمح له بتقديم مستويات قوية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2021. ويخطط الكوتش بالماضي خلق منافسة قوية في مركز الجناح الأيسر في ظل تواجد ثنائي عمارة وأمين قويري، الالتزام ببرنامج تدريبي خاص. وفقا لمصدر ذاته، خضع بلالي خلال الأيام القليلة الماضية لجملة من الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية بمركز سيدي موسى بالعاصمة، كما عقد جلسة عمل مع بالماضي خصصت لإنهاء سوء التفاهم الذي نشب بين الطرفين بسبب كثرة مشاكل اللعب مع جميع الفرق التي حمل قميصها في فترات سابقة. وفي أعقاب هذه الجلسة تم وضع برنامج تدريبي خاص سيلتزم به اللاعب مع ناديه من أجل استعادة أفضل مستوياته البدنية. مواصلة التألق في الدوري الجزائري. من جهة أخرى، اشترط الكوتش بالماضي على المهاجم صاحب 32 عاما مواصلة تقديم مستويات قوية في الدوري الجزائري خلال فترة مقبلة. وتألق بلادي بشكل رائع مع فريقه ضمن الدوري المحلي، حيث سجل 10 أهداف وأهدى 6 مباريات حاسمة خلال إجمالي 8 مباريات شارك فيها. الأرقام الرائعة التي حققها بلالي خلال الموسم الحالي جعلته محل إشادة كبيرة من قبل الملاحظين والجماهير في الجزائر.
الصور، هذا هو الملعب الذي سيستضيف مباريات المنتخب الجزائري خلال الكان. سيلعب المنتخب الجزائري مباراته في الدور الأول لبطولة كان كوت ديفوار على أرضية ميدان ملعب السلام بمدينة بواك الإيفوارية، وتشير العديد من التقارير الإعلامية إلا أن أرضية ميدان ملعب السلام هي الأفضل في كوت ديفوار. وإليكم صور الملعب الذي سيحتضن مباراة المنتخب الجزائري في الدور الأول من بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.